برضو استاذ عمرو الجناني رئيس الاتحاد يعني او اللجنه الخماسيه اللي بتدير اتحاد الكره. يعني بص هو انا برضو هقول ايجابي. يعني هم جم في ظروف صعبه. استاذ عمرو برضو الناس المحترمه يعني والناس الكويسه، يمكن في امور كتيره يعني كانت موجوده في الاتحاد ظروفها كانت جايه صعبه بعد الاخفاقات اللي حصلت او اللي حصل في بطوله الامم وهم جم اللجنه الخماسيه. بيحاول يقود الموضوع للطريق السليم، ولكن في ضغوط بتبقى عليه كتيره، سواء من الأندية الكبيرة، سواء من بعض الصحفيين، سواء الجماهير. لأنه أنت شايف أنه جماهير النادي الأهلي، بس هو بأمانة هو عنده حاجات كويسة، بس هو بأمانة يعني بيغلط في بعض الأشياء اللي مفروض ياخد باله منها. يعني مثلا موضوع اللي هو معروف أنه الأستاذ عمرو الجناني زملكاوي، وده مش عيب طبعا. يعني طبيعي كل الاستاذ سمير الكابتن سمير زي الله يرحمه كان اهلاوي، كابتن الاستاذ جمال علام كان زملكاوي، وهكذا طبيعي بقى عد بقى، وحتى كصحفيين كانتم مقدمي اي حد طبعا. ولكن في وقت لازم اخد بالي من المنصب اللي انا موجود فيه. هو برضو في مباراه الاهلي والزمالك يعني في حاجات كانت سلبيه شويه، يعني مثلا موقف ان هو لما تيجي الصوره تلاقيه هو بيسلم على كهربا، بيسلم عليه ومش مديله وشه خالص. يعني كهربا كانه مش موجود. طيب اذا كان هو زعلان من كهربا انه عمل موقف في المباراه كرئيس اتحاد، طب انما جه شيكابالا، رغم ان انا بعشق شيكابالا على فكره، خده بالحضن وضحك وهزار، لا انت يعني هنا في الحاجات دي لازم تبقى واخد بالك من المنصب اللي انت صح موجود فيه. صغيرة لكن بتفرق. لكن انت زملكاوي كل مصر عارفه ان ده لا يعيبك، وانك انت فرحان ماشي، بس في بس ما تزعلش تقصد يعني لا في اوقات كده لازم ابقى فاهم.